برفض الشق المستعجل في خوض المصري مباراة على استاد بورسعيد. معانا نائب رئيس النادي المصري محمد بيل خولي للتعليق على الخبر. محمد بيل اهلا بحضرتك. زبط معاك، ازيك؟ الله يخليك يا محمد بيل، عامل ايه حضرتك؟ الله يخليك. ايه حكايه الشق المستعجل النهارده اللي رفضته المركز الدراسي التحكيم؟ دي مشكله. اصل برضه جاي يقول لي اولمبيه، المهندس ياسر عمال يشرح بقى له ساعه وانا جاي برضه غلطتني يعني. تحياتي طبعا لضيوفك المحتوبين. الله يخليك يا حبيبي. عاوزين نوضح بس نقطه للجمهور النادي المصري والشعب المستعد المحترم بخصوص النقطه اللي حضرتك اتكلمنا فيها. هو رفض الشك المستعجل مش معناه رفض القضيه او رفض النادي المصري. يعني عشان نوضح للناس بس، اكيد معانا اساتذه يتكلموا في الكلام ده، لكن هو الموضوع تحول للمحكمه القضائيه، ده طبيعي جدا. ايوه طبيعي جدا. احنا كان المطلوب ان ناخد حكم محكمه او في مركز تصوير بحيث يبقى تستعجل، عشان انت عارف مباراه الدوري كل ثلاث ايام ومفيش وقت يعني. ايوه دي النقطه الاساسيه اللي احنا لازم ناكد عليها للناس عشان الناس تفهمها، عشان بعض الناس فاهمه ان الموضوع لا، الموضوع خلاص اللجنه الاولمبيه رفضت لعب النادي المصري على ملعبه والكلام. مش لجنه اولمبيه تاني، مركز التصوير والتحكيم. انا اسف، مركز التصوير. مقرهم جنب بعض بس. احنا بنتكلم بلغه الناس يعني. انا بس تفهم الموضوع يعني. تمام؟ لكن انا بس عاوز اكد على نقطه، ولازم يعني ناكد عليها لجمهور النادي المصري وجمهور بورسعيد عشان الموضوع ما يبعدش. احنا ماشيين بكذا اتجاه يا طبعا. وانت تعلم الكلام ده كويس جدا. وجهد مشكور لمجلس الاداره بقياده سمير بيه حلبيه. طبعا اللي عاوزين نوضحه، اللي عاوزين نقوله ان النادي المصري خلاص يعني على مقربه ان شاء الله العوده على ملعبه. ايوه. بعيدا عن اللوائح وبعيدا عن المحاكم وبعيدا عن الاتحاد الدولي وبعيدا اتصالات يعني وجود في هذا الشأن. بالظبط كده. احنا خلاص وصلنا لمرحله كويسه جدا. وانا كنت من لحظات مع الباشمهندس هاني ابو ريده وخلصنا الموضوع في كل ما يخص الموضوع كله بالكامل عن طريق وزاره الداخليه ان شاء الله. حاجه بسيطه جدا، هتطلع لجنه بس ان شاء الله من الشباب والرياضه ولجنه من وزاره الداخليه لمعاينه القمرات في استاد بورسعيد فقط لا غير. انت كده بتزف بشره عظيمه لجماهير النادي المصري. اكيد وهو قرب اللعب بغض النظر عن رفض الشق المستعجل وهذا الشق اداره النادي ماشيه فيه، ان في لجنه من الشباب الرياضه والامن هيعاينوا التجهيزات الامنيه والكاميرات داخل استاد بورسعيد في خلال ايام او يومين او ثلاثه يعني. طب احنا نساعد بقى وما نقولش مش هنلعب على ملعبنا، مش هنلعب الا في ملعبنا يعني. افرض لو جت مباراه، اقرب مباراه انت يا محمد بيه؟ بص، هو مباراه بيراميدز يوم الاربعاء. يوم الاربعاء اللي جاي. يعني هو طبعا انت عارف ان احنا اخدين قرار كمجلس اداره ان احنا مش هنلعب اي مباراه الا على ملعب النادي المصري. ايوه. وده احتراما لجمهورنا واحتراما للقاعده واحتراما لجمهور النادي المصري، جمهور بورسعيد، الرغبه اللي انت حضرتك شايفها وعايشها. طب هل حل الازمه يبقى قبل يوم الاربعاء يا محمد بيه؟ اعتقد يعني ممكن تعدل الميعاد يوم الاربعاء، ودوت الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه. عشان كده انا بقول لك مباراه بيراميدز طويها للتاجيل يعني ان شاء الله. يعني تاجيل مباراه بيراميدز تاجيل ولا نعمل زي مباراه الاسماعيلي تعتبر مباراه بيراميدز؟ والله احنا لو 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 تم الكلام ده ماشي، مفيش مشكله. احنا كمجلس اداره ما عندناش مشاكل خالص في الموضوع دوت، اللي هو تحويل المباراه المكان ما تبقى بتاعه النادي المصري تبقى بتاعه بيراميدز. بالظبط، لان التاجيلات كتيره بالنسبه للنادي المصري وللنادي الاهلي. احنا ما عندناش مانع خالص في الموضوع، لكن انا بقول لك انا شايف اتجاه اتحاد الكوره وشايف اتجاه المسؤولين في اتحاد الكوره لتاجيل المباراه، عشان الموضوع ممكن يعدي يوم الاربعاء بالنسبه للموافقه الامنيه. ايوه اكيد. احنا 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 ماشيين في الموضوع زي ما حضرتك بتقول كده لتقديرنا كمجلس اداره وجماهير بورسعيد لوزارة الداخلية والأمن المصري في كل مكان، في كل مكان أستاذ أبو المعاصي. أيوة. إحنا بنقول الكلام ده وبنأكد على النقطة ديت. إحنا الناس أنتوا مجلس إدارة محترم يا محمد بيه. ربنا يبارك فيك بجد بأمانة بأمانة ربنا يبارك. إدارة محترم وشغال ويقول لجماهير بورسعيد أن الشق المستعجل اترفض في مركز التصوير والتحكيم، لكن هناك جهود يقوم بها مجلس الإدارة سمير بيه حلبية والأستاذ محمد الخولي وعدنان بيه وكل الناس في مجلس الإدارة مع المهندس هاني أبو ريدة للعب على استاد بورسعيد بعد زياره لجنه من شباب الرياضه والامن للاستاد والتاكد من الكاميرات والالتزامات.
وعاوز اسمن بمنتهى الامانه دور الباشمهندس هاني ابو رده الراجل اللي نازل معانا مجهود غير طبيعي معاك والله ده كل التحيه والتقدير وانا على الهواء باكد النقطه دي عشان نديله حقه راجل ابن بورسعيد وابن مدينه بورسعيد وشخصيه غاليه علينا جدا جدا شخصيه عالميه المهندس هاني ابو رده مش بورسعيد بس يعني حاجه احنا بنعتز بيها ونشرف بورسعيد طبعا ونشرف مصر حالها وينتمي الى مدينه بورسعيد وينتمي للمدينه اللي احنا بننتمي ليها المدينه الباسله اللي كلنا بنتشرف بيها طبعا ان شاء الله انا باكد لك وباكد لجمهور النادي المصري عشان بس الناس ما تبقاش قاعده في قلق والناس ما تبقاش الموضوع قلق بالنسبه لها يعني خلاص احنا على بعد خطوات ان شاء الله للعوده للرجوع للحق الشرعي لينا والعوده على ملعبنا ان شاء الله في خلال المباراه باذن الله باذن الله توفيق يا محمد بن خولي وشاكر لحضرتك.